يا مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، ومتابعه لكل الاخبار الرياضيه المختلفه من داخل جميع الملاعب ومن كل الصالات العالميه والافريقيه والعربيه، وبالتاكيد الاخبار والمتابعات المحليه لكل الالعاب الرياضيه. ضيف حلقتنا النهارده الكابتن احمد منير، طبعا ده المدير الفني لفريق نادي سبورتنج لكره السله، واحد من اللاعبين اللي كانوا طبعا يعني على مستوى عالي من لاعبين يعني اللاعبين المميزين على مستوى مصر، وهو طبعا المدرب العام مع المدير الفني الكابتن اشرف توفيق. وبعد الاعتزال اتجه للتدريب وعمل مشوار ممتاز الى الان، وكان متالق بصراحه طبعا مع نادي سبورتنج، وحديث عن مشاركه سبورتنج في البطوله العربيه للانديه لكره السله اللي اختتمت امس في الاسكندريه في برج العرب، وحقق فريق سبورتنج مركز ثالث وميدالية برونزية بعناصر شابة ومجموعة من الموهوبين في كرة السلة المصرية. انتظرونا في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، حوار مهم مع ضيفنا الكابتن أحمد منير المدرب العام لفريق سبورتنج لكرة السلة. تقام حاليا بطولة كأس الرئيس للتايكوندو المقامة في دولة غينيا الاستوائية، وبعثت مصر مشاركة في البطولة، وحتى الآن نجحت في تحقيق 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية، وكان آخرهم ميدالية رامي عيسى اللي حققها النهاردة من ساعات تقريبا في وزن 74 كيلوغرام. أكيد نتائج مميزة لبعثة مصر للتايكوندو ومنافسة كبيرة في بطولة كأس الرئيس، ودي طبعا بطولة تعادل بطولات أفريقيا وبنفس القوة، وهي بتدخل ضمن الرانك العالمي أو التصنيف العالمي أو التصنيف الدولي للاعبين، ونتائجها مهمة جدا بالنسبة للاعبتنا. طبعا النتائج اللي حصلت أو أبطالنا اللي حصلوا على ميداليات، كانت ملك عريبي ميدالية ذهبية في منافسات 73 كيلوغرام، وليلي أشر ليلي شريف ذهبية في منافسات 49 كيلوغرام، معتز بالله عاصم ذهبية منافسات 54 كيلوغرام، آية شحاتة فضية منافسات 67، ومحمد عبدو حصل على ميدالية فضية في وزن 54 كيلو، شهد سامي برونزية منافسات 67 كيلوغرام، ويحيى حسن كمال برونزية في منافسات 58 كيلوغرام، ورامي عيسى برونزية في منافسات 74 كيلوغرام. طيب بطولة كأس الرئيس هتختتم النهاردة، ودي اسمها كأس الرئيس نسبة إلى رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو. دي طبعا بطولات ضمن السلسلة أو سلسلة من البطولات للاتحاد الأفريقي، وزي ما قلت هي مهمة، بتدخل في نقاطها بتدخل في التصنيف الدولي، يعني بعد 4 سنين من النهاردة هنحتاجها في إيه؟ علشان الرانك العالمي أو الدولي للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. النهاردة بعثة مصر هتخلص منافساتها في بطولة كأس الرئيس، وبعدها هتحصل على راحة لحد يوم الاثنين، وتبدأ من يوم الثلاثاء اللي جاي المشاركة في بطولة مالابو المفتوحة بغينيا الاستوائية في فئة الجي 2، ودي وده العرف في البطولة الافريقية. طيب الدولة اللي بتنظم طبعا بطولة افريقيا، ده العرف اللي متبع، ببطولة من بطولات القارة، بعدها بتنظم بطولة خاصة بيها، وده شيء كويس طبعا، المنافسات الكتير الدولية واللي بتكسب اللاعبين الخبر، برضو بتدي فرصة للاعبين اكبر انها يعني تجمع نقاط وتقدر انها تتأهل من خلالها لدورات الالعاب الاولمبية. اتمنى من كل الاتحادات، اعذروني على صوتي شوية بس يعني هقول كلمتين، اتمنى من كل الاتحادات بعد الانتخابات ان شاء الله اللي طبعا الكل مهتم بيها دلوقتي، نشارك في البطولات الكبرى علشان نقدر نأهل عدد كويس من اللاعبين، تمام؟ خصوصا الاتحادات اللي بتعتمد على الرانك او النقاط العالمية او التصنيف العالمي زي الالعاب الفردية، ومعظمها طبعا بتكون العاب فردية.
لازم يكون عندنا ان شاء الله اكتر من لاعب ولاعبه في او اكتر من لاعبين طبعا يكونوا مشاركين فيه او مؤهلين لدوره الالعاب الاولمبيه اللي جايه. وما تكونش الحكايه تمثيل مشرف خلاص بقى، كفايه اللي حصل في باريس. وطبعا الحمد لله ربنا اكرمنا في الاخر بذهب وفضه برنز، ولكن اللي هيروح ان شاء الله يشارك في لوس انجلوس لازم يروح ينافس. مفيش اعذار، مفيش مبررات، مفيش اي حاجه غير المنافسه على ميداليه. لازم نتعلم من اخطاء الماضي علشان نعمل انجازات للمستقبل، لان الرياضه المصريه تستحق مننا كده. الدعم اللي بتقدمه الدوله للرياضه المصريه وللاتحادات وللجنه الاولمبيه، مصر تستحق اكتر من 3 ميداليات اللي حصلوا في باريس. فموضوع بقى ان احنا نتكلم بعد كده في المراكز مش عايزين نسمعه من دلوقتي. دلوقتي كل الاتحادات نتمنى يعني حتى في الانتخابات كل اتحاد يقدم للجمعيه العموميه او للانديه تمام برنامج. الناس اللي داخله قوائم الانتخابيه يا كل قايمه كانت تقدم برنامج هنعمل ايه وهنخلي ايه وهنجيب كم ميداليه اولمبيه، والكلام ده يعتمد عليهم ويوثق في وزاره الشباب والرياضه، عشان اللي ما يعملش نيجي نبقى نتكلم معاه بعد كده. يعني اتمنى يعني عارف ان ممكن ده ما يحصلش، ولكن ده اللي احنا بنتمناه. لازم ما يكونش الكرسي هو الشغل الشاغل للافراد او القايمه اللي داخل انتخابات. الشغل الشاغل ليك وهمك، بكلمك على داخل اي انتخابات، همك يكون ميداليه اولمبيه لمصر. نشتغل على كده، مش موضوع منصب. والقتال، القتال اللي بنشوفه كل انتخابات اتحادات على المنصب وما بنشوفش نتائج. كل واحد بيقدر بيعمل ايه؟ يظبط الانديه اللي في الجامعه العموميه، وبعد كده يحط بقى شروط تعجيزيه علشان يقصي بعض الانديه ويقلل المرشحين والكلام ده كله. اللعبه الانتخابيه اللي دايما انا ما بحبهاش، يعني ما بحبهاش بجد والله. انا بحب اللي يخش الانتخابات اتحادات يقدم كده يعني مذكره او يقدم برنامج انتخابي يقول انا هدخل الاتحاد ده هعمل 1 2 3 حقق ميداليه اولمبيه، حقق ميداليه عالميه، حقق ميداليه ايا كانت، بس يكون الموضوع واضح من البدايه. لان اللي حصل في باريس كان ضايقنا كلنا، كانت صدمه لينا كلنا طبعا. وبعدين جه بعد كده كل اتحاد بدا يتكلم ويقول لك انا جبت مركز رابع وجبت مركز خامس وجبت مركز ثامن من 8 فرق، يعني جاب ثامن من 8 يقول لك انا جايب مركز ثامن. طبعا الشعب المصري بيحب الرياضه بيفهم رياضه ومحدش بيعرف يضحك عليه. فمن دلوقتي اللي داخلين انتخابات ارجوكم ركزوا في خدمه مصر، خدمه الرياضه المصريه، خدمه الرياضه المصريه بمعنى نحقق ميداليات اولمبيه. ده اخر كلامي، انا مش قادر اتكلم كتير عشان تعبان. ف يلا الحمد لله وربنا ان شاء الله يكرمنا في لوس انجلوس. تعالوا نتعرف على عناوين اخبار حلقتنا النهارده. منتخب السيدات يتأهل لنصف نهائي بطولة افريقيا لتنس الطاولة. منتخب الكاراتيه يحقق 15 ميدالية في بطولة العالم للشباب بإيطاليا. الأهلي يفوز على سي اف جي الكونغولي في بطولة افريقيا لليد. الأهلي يشارك في دورة بانياس الودية للكرة الطائرة. أجيو يفوز على كاواساكي في دوري السيدات الياباني للكرة الطائرة. سياتل يهزم مينيسوتا في دوري هوكي الجليد الأمريكي. سينر يفوز بلقب بطولة شانغهاي للتنس على حساب جوكوفيتش. دي كانت العناوين، فاصل قصير ونعود للتفاصيل، لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.
everything comes down to this moment. من اخبار تنس الطاوله، منتخب مصر لسيدات تنس الطاوله نجح في التاهل لنصف نهائي منافسات الفرق ببطوله افريقيا المقامه حاليا في مدينه اديس ابابا باثيوبيا خلال الفتره من 12 حتى 19 اكتوبر الجاري، وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره منتخب بنين بنتيجه 3-0 بمشاركه كل من مريم الهضيبي وهند فتحي ومروه الهضيبي، وكان حقق منتخب السيدات الفوز بالامس على منتخبي مدغشقر والكاميرون في مباريات دور المجموعات ليتاهل لربع النهائي متصدرا المجموعه الاولى. ومن المنتظر ان يواجه منتخب مصر نظيره منتخب اوغندا في مباراه نصف النهائي في تمام 11 صباحا غدا ان شاء الله، وفي حاله فوزه سيواجه الفائز من مباراه نيجيريا والجزائر في المباراه النهائيه في تمام الساعه 5 مساء. ويقود منتخب السيدات فنيا عماد مصلحي، وتضم قائمه اللاعبات كل من مريم الهضيبي، يسرى حلمي، مروه الهضيبي، هند فتحي، وتلحق بهن هنا جوده لاستكمال باقي المنافسات بدايه من الدور قبل النهائي. من تنس الطاوله هنروح لاخبار الكاراتيه. منتخب مصر للكاراتيه حقق 15 ميداليه متنوعه في بطوله العالم للناشئين والشباب اللي اختتمت النهارده في ايطاليا بوقع 6 ذهب، ميداليات ذهبيه، 4 ميداليات فضيه، و5 ميداليات برونزيه، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في الترتيب العام للبطوله. وزي ما حضراتكم شايفين كده او هنشوف على الشاشه عدد الميداليات، بنتكلم في 15 ميدالية، 6 ذهب، 4 فضة، و5 ميداليات برونزية. بصراحة يعتبر الكاراتيه المصري دايما قادر انه يحافظ على مستواه على مستوى القارة، على مستوى العالم، على مستوى التصنيف العالمي، على مستوى كل شيء. وده اللي حتى شفناه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لما الكاراتيه شارك لأول مرة، فزنا بميداليه ذهبيه طبعا لجيانا فاروق، كنا ممكن نقدر نعمل اكتر من ميداليه في اول ظهور للكاراتيه المصري في او الكاراتيه عامه في دورات الالعاب الاولمبيه. هي دي الفكره، اللي احنا في الكاراتيه ملوك اللعبه فعلا على مستوى العالم، يعني ابطالنا ما شاء الله يعني بيشرفونا، ودايما بنشوف الكاراتيه المصري في حته تانية. لعبه من الالعاب اللي فيها واحدة من أكبر عدد ونسب الممارسين في مصر، ولكن نتائجها على قد عدد الممارسين بالظبط. في ألعاب تانية عدد الممارسين كتير جدا ما بنشوفش منهم حاجة، على مستوى العالم ما بنشوفش منهم حاجة، ولكن الكاراتيه بصراحة مشرف مصر في كل المحافل الدولية والقارية والأولمبية طبعا. وكده خلصت تفاصيل أخبار ألعابنا الفردية، هنروح نتعرف على تفاصيل ألعابنا الجماعية. ودي كرة حلوة قوي قوي، والهجوم الخاطف يا من اخبار كره اليد، وصل فريق رجال الاهلي الانتصارات في بطوله الانديه الافريقيه المقامه حاليا في المغرب بالفوز في ثاني مبارياته امام فريق سي اف جي الكونغولي بنتيجه 38-19. الاهلي كان حقق الفوز في اولى المباريات بنتيجه تاريخيه بالفوز على ميكيل الاثيوبي بنتيجه
67-11. والزمالك ايضا امس كان افتتح مبارياته بالفوز. كل التوفيق ان شاء الله للفريقين، ونشوفهم يعني نشوف الفريقين ان شاء الله بيبلغوا الدور النهائي ويكون اللقب مصري. من اخبار الكره الطائره، قرر مجلس اداره النادي الاهلي مشاركه فريق الكره الطائره في بطوله بني ياسر الوديه الدوليه للكره الطائره خلال الفتره او اللي تقام من الفتره من 24 اكتوبر حتى 30 اكتوبر الجاري. البطوله الى الان يعني تاكد الى الان مشاركه 5 انديه، هم الهلال السعودي والجزيره الاماراتي وبني ياسر الاماراتي ومنتخب الامارات للكره الطائره. الاهلي بيستعد لبدايه الموسم الجاري وكمان للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه للكره الطائره اللي هتقام في البرازيل في شهر ديسمبر القادم بصفته طبعا بطل افريقيا. كده خلصت تفاصيل الاخبار الالعاب الجماعيه، هنروح للاخبار العالميه. فاز فريق أجايو ميديكس ب3 أشواط دون مقابل على كاواساكي ريد روكيتس في المباراة الافتتاحية لدوري السيدات الياباني الجديد للكرة الطائرة. أجايو فاز بالمباراة بنتيجة 26-24 و25-23 و25-22. هو أول فوز لفريق للسيدات بمباراة في النسخة الأولى من الدوري الجديد الذي يطمح لأن يصبح دوري عالمي بحلول 2030. من الكرة الطائرة هنروح الأخبار دوري هوكي الجليد الأمريكي. سياتل كراكن فاز بضربات الترجيح ب5-4 على مضيفه فريق مينيسوتا وايلد في لقائهما الذي جمعهم طبعا في دوري هوكي الجليد الأمريكي. وتقدم مينيسوتا في أول شوطين بهدف دون مقابل، أحرزهما كل من ماتس زوكاريلو ومات بولدي، غير أن سياتل كراكن سجل هدفين في الشوط الثالث ليتعادل النتيجة ويعدل النتيجة ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح. The C's just... Watch the entry here. Bowley's just so calm with this puck. He fumbles this pass a little bit, but Tanev doesn't go at him. He sits back, and because of that, the Wild gain the zone, little time, and now more patience with this puck. Bowley's like, I'll just wait. Nobody's coming. I'll wait. He waits for the lane, drags it to the middle, takes dangerous ice. And Brandon Tanev... In the skills contest, Zuccarello on the attack, and here we go. Comes across to the forehand, and Zuccarello scores. Well, it's a combo. It's pace, and he slows the first fake, and the court just bites on it. And he gets on those edges. Terrific start to the season for Boldy. 2 points tonight. Needs a goal here to extend the shootout. And he misses over the top of the goal. The Kraken never led in the flow of the game, but they win it. فاز المصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين دون مقابل على اللاعب الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش في لقائهما في الصين في نهائي بطولة شانغهاي للأساتذة في التنس. فاز الإيطالي بالمباراة في 1:37 بنتيجة 7-6 7-4، وأصبح
أول لاعب يفوز بأكثر من 6 ألقاب في الموسم منذ أن حقق ذلك اللاعب البريطاني أندي موري. المباراة كانت انتهت 7-6 6-3 مش 7-4. طبعا كده خلصت تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا كابتن احمد منير المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي سبورتينج. تزورونا بعد الفاصل، حوار مهم عن البطولة العربية والميدالية البرونزية التي حققها نادي سبورتينج السكندري المصري. كرة السلة المصرية دائما تمتعنا بإبداعاتها سواء على مستوى القاري أو مستوى العربي، وخصوصا كرة السلة السكندرية. كما أقول دائما بأن الإسكندرية عاصمة كرة السلة المصرية. اليوم هنتكلم على أبرز المشاركات في البطولة العربية والتي كانت عن طريق نادي سبورتينج اللي حقق الميدالية البرونزية، وطبعا نادي الاتحاد الذي حقق الميدالية الفضية في البطولة العربية رقم 36 التي أقيمت في صالة برج العرب، مع المدرب العام لفريق نادي سبورتينج كابتن احمد منير. ازيك كابتن؟ كابتن ابراهيم ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ عاملين شغل حلو قوي كابتن بصراحه. سبورتينج السنه دي السنه دي ما شاء الله، يعني لا واضح الشغل معمول كويس، عناصر شابه ما شاء الله من ولاد النادي مع الاستعانه ببعض المحترفين او اللاعبين الخارجيين، ولكن في منظومه بتشتغل في حب كره السله موجوده في نادي سبورتينج. والله الحمد لله، يعني ده مش وليد امبارح، ده بقاله سنين كتير. احنا بنكمل شغل اجيال كتير كانت قبلنا. معروف كرة السلة في نادي سبورتنج ليها معاملة خاصة شوية، ده نتيجة للبطولات اللي نادي سبورتنج حصل عليها في الباسكت على مدار السنين اللي فاتت. فبالتالي يعني اي نادي او اي فرقة بيجي لها اب اند داون شوية، يعني لعيبة بتبطل، لعيبة مهمة بتبطل، فبيجي جيل اصغر يقود الفرقه يعني، او يقود يعني الرايه بعد كده. فبالتالي اللعيبه الصغيرين دول محتاجين وقت علشان ياخدوا خبرات ويبقوا يعني يبقوا فعلا تحس ان هم اقوياء، او طبعاً ياخدوا على جو الملعب ان هم بيلعبوا اكتر من قبل كده اكيد بكتير. فده اللي حصل بقاله حوالي 5 سنين، ان كان في احلال وتجديد شويه في الفرقه. فبالتالي بعد ال5 سنين جه كابتن وائل بدر، و بصراحة عمل شغل كويس جدا مع لعيبة ناشئين، ده من نتائج طبعا برضو ان شغل وائل دلوقتي. وجي طبعا بقى العلامة الخبير كابتن اشرف توفيق السنة اللي فاتت يقود الفرقة كمدير فني. وطبعا معروف كابتن اشرف توفيق هو طبعاً في عالم كرة السلة مش المصرية بس والعربية كمان. وطبعا الحمد لله مع الشغل مع الاهتمام باللعيبة الناشئين دول الصغيرين، واتحطوا في حتة كويسة قوي الحمد لله، جاء نتيجتها دلوقتي. وحتى من السيزن اللي فات يعني ان احنا مفنشين الدوري رابع الدوري، وفي كاس مصر طالعين من نادي الاتحاد في دور الثمانية بماتش اعتقد كان الناس كلها بتقول ان سبورتنج هيكسبه. فدي النتيجة الحمد لله بتاعة الشغل الفترة اللي فاتت. بالتأكيد دايما البطولات العربيه والبطولات الدوليه بيكون في شويه تخوف من اداره النادي، يعني يقول لك مثلا شارك مشاركش، بيبقى القرار بيتاخد في اللحظات ممكن يعني في وقت قصير يعني قليل قوي قبل المشاركه طبعا، ولكن بتكون ساعات بتكون يعني التاخر ده او يعني اللغط التردد ده بيبقى كويس وفي مصلحه الفرقه.
وبيدي دافع للعيبه كمان. احنا البطوله دي كانت بطوله غريبه شويه بالنسبه لنا. احنا واخدين رابع السنه فاتت زي ما قلت لحضرتك دلوقتي. فالرابع اكيد الاول هو الاتحاد السكندري هو المنظم البطوله، فطبيعي ان هو هيشارك في البطوله. التاني الاهلي اعتذر. التالت نادي الزمالك اعتذر. فجي دور سبورتنج. طبعا ميزه كبيره ان الماتشات جوه اسكندريه. طبعا مفيش المصاريف بتاعت السفر وتكلفه السفر دلوقتي معروفه طبعا عامله ازاي. طبعا انا بشكر مجلس اداره النادي برئاسه الاخ الاستاذ احمد حسن على الموافقه ان احنا نشترك في البطوله كاعداد لفريق معظمه صغيرين في السن. في خطوه جريئه جدا بدون خد بقى في اللي احنا هنكسب مش هنكسب. شكل سبورتنج هيعمل ازاي. احنا هنشارك. ودي طبعا اللي كان بيفايت عليها كابتن اشرف. تمام. يعني كابتن اشرف عايز اقول لك من ساعه ما بقى يعني ان هو البطوله في اسكندريه بقى بيفايت جامد جدا مع لجنه الباسكت برئاسه الدكتور اسامه. دكتور اسامه زيان. وبصراحه هما الاثنين عملوا شغل كبير قوي في الموضوع ده لاقناع مجلس الاداره ان احنا نشترك. فتره اعداد زي ما نقول كده ايه جايه لك على طبق من فضه وبلاش. طبعا مظبوط. طبعا فليه ما تاخدش بفرق وموجود فرق محترمه جدا وفرق فيها محترفين محترمين وخبره كبيره اللعيبه بتاعتنا طبعا. والاتحاد العربي طبعا يعني مشكور طبعا ان هو وافق على مشاركه سبورتنج وسموحه. تمام. يعني سموحه برده كان يمكن ترتيبه متاخر شويه في الدوري السنه اللي فاتت، لكن برضو نفس الفكره ان هو ليه ما نشتركش ويبقى فرقه ثلاث فرق من مصر في البطوله ومش هنتكلف حاجه يعني التكلفه الفظيعه، هي مجرد اشتراك البطوله بس. فدي حاجه طبعا كانت كويسه جدا للعيبه ويعني تراكم خبرات ليهم يعني فرق معاهم فرق مع شكلهم ماتش عن ماتش. طبعا المستوى كان بيتحسن بطريقه يعني كبيره جدا. ظهرت عناصر ما شاء الله في الفرقه كده من الشباب الصغيرين اللي عنده 24 و25 سنه. طبعا في الباسكت دول صغيرين طبعا يعني طبعا العاب ثانيه فدول كبار. لكن في الباسكت بنعتبرهم صغيرين، منهم حتى مواليد 2005. مظبوط. واحد زي حسن عامر وواحد زي يوسف رفعت. يوسف رفعت طبعا ما شاء الله يعني ايه الولد ده يعني في حته لوحده. لا ما شاء الله حسن عليكم. عامر لفت نظري جدا في البطوله. طبعا والوافد على نادي سبورتنج احمد سلعاوي. احمد سلعاوي طبعا هو معانا من السنه اللي فاتت يعني. طبعا برضه يعني الوافد الجديد برضه طبعا يعني طبعا من الجيش. هو كان في الجيش احمد سلعاوي طبعا اهلي وبعدين الجيش. فشفنا كده هارموني ما بين اللعيبه دول في معظم مبارياته. البدايه كانت مع الغرافه القطري يعني. بالظبط. الغرافه برضو عنده لعيبه تقيله، عنده لعيبه دوليين، لعيبه محترفين، عنده اثنين اجانب اقوياء جدا هايلين جدا طبعا. فكابتن اشرف توفيق والفريق قدروا ان هم وقفوا الغرافه القطري، قدروا ان هم يكسبوا الغرافه القطري، وبعدها بقى توالت الانتصارات مع بعد كده بقى الخساره اللي حصلت عشان المجموعات. عايزين نتكلم اكتر عن اللي جوه بقى كابتن. اوكي. من جوه يعني هو دلوقتي طبعا يعني حضرتك ذكرت اسامي لعيبه سواء يوسف رفعت او احمد ياسر. مش عايزين طبعا. طبعا يعني مش عايزين. انا بقول بس عارف اللي ايه التريكات. لكن هم دول لعيبه منتخب مصر طبعا. يعني يوسف رفعت واحمد ياسر ريحان. واحمد ياسر ريحان طبعا. اتنين لعيبه منتخب مصر طبعا. يعني مش هنديهم حقهم، مش هنعرف نديهم حقهم لو اتكلمنا عليهم طبعًا. كتير لان هم لعيبه اولا صغيرين في السن. يوسف مواليد 2001 واحمد ياسر 2003. فدول لعيبه اللي بنقول حضرتك بتقول عليهم صغيرين. لا دول صغيرين قوي. لسه صغيرين قوي يعني. يجي بقى وراهم ابراهيم محرم، احمد ياسين عبد الفتاح شيخه برضو. ابراهيم عملوا يعني بطوله رائعه ما كناش متخيلينها، وده كان باين من السيزون اللي فات. حسن عامر 2005 اصغر لعيب في البطوله تقريبا. يعني اعتقد يعني اصغر لعيب في البطوله فعلا. اي بس اللعيب اللي هو البحريني مصطفى امبارح مواليد 2002 واكبر. يعني اكبر بس برضه صغير يعني. مصطفى ده بصراحه حكايه تانية. حكايه تانية يعني. وده لازم فرقه مصريه تتعاقد معاه يعني. انا يعني سمعت لازم. الرقم اللي هو بياخده اعتقد كتير. رقم كبير مش سهل على الانديه يعني والله. بصراحه يستحق. فنرجع تاني للعيبه اللي طبعا سلعاوي طبعا لعيب خبره، يعتبر من اللعيبه الخبره طبعا. كابتن الفريق كابتن محمد خورشد يعني عمل بطوله رائعه رغم انه اكبر واحد في الفرقه، واحنا بنتكلم على الصغيرين لكن بنتكلم على اكبر لعيب في الفرقه. ده رمانة الميزان زي ما بقول. ما شاء الله عليه. يعني هو موجود في الملعب فعلا انت مطمن. مش عايزين ننسى حد بقى، كل اللعيبه فعلا يعني اللي كانوا موجودين وحتى اللي كانوا بره ال 14 قائمه كانوا بصراحه كلهم على قلب راجل واحد وكانوا يعني كله عايز يستفيد.
يعني كل اللعيبه اللي بيلعبوا الماتشات كلهم عايزين يستفيدوا فعلا، وكله بيأدي بروح عاليه جدا. ماتش الغرافه طبعا كان الصدمه بالنسبه لنا، اللي هو ايه ده، احنا هنلعب الغرافه فرقه من قطر وفرقه بطل طبعا ومعاه اتنين محترفين، هم نفسهم الغرافه اتفاجئوا بنادي سبورتنج. فبالتالي كان الهاف تايم الاولاني احنا الحمد لله يعني عدينا فيهم كتير، وكان في فرق سكور كبير وصل 28 نقطه. بعد كده طبعا قله الخبره وخلاص، هم اللعيبه بقى الكبار في الغرافه والمحترفين قروا الجيم كويس، فابتدوا بقى خلاص يعني ابتدوا يرجعوا للجيم تاني، فالسكور نزل كتير جدا يعني. فدي كانت برضو من الخبرات اللي احنا عايزين نكتسبها، ان ازاي احنا نحافظ على المكسب، وده حصل في كذا جيم يعني. مظبوط، حصل في كذا جيم. فدي طبعا كان الغرافه، ابتدينا بالغرافه، بعد كده السيب العماني يعني كان يمكن الليفل اقل شويه. بعد كده قادسيه الكويتي بقى فرقه حكايه يعني. فرقه جامده، فرقه كل الناس اعتقد يعني كانت مرشحه قادسيه الكويتي ان هي تاخد تلعب على الفاينل. مظبوط، ده يعني كان طبيعي جدا، لان عندهم اتنين اجانب في ليفل تاني خالص. يعني ليفل يعني اعلى اتنين اجانب في البطوله كلها. بعد كده كان الوحده الاماراتي، وبعد كده شعب حضرموت اليمني. الوحده فرقه محترمه برضو، فرقه كويسه طبعا، بس كان عندهم لعيب امريكاني مصاب ما لعبش، فكانوا بيلعبوا رقم خمسه صح؟ لا خمسه ده لعب، خمسه ده هو التوب سكورر بتاعهم. لكن عندهم كان لعيب تاني بيلعب اربعايه تلاتايه كده كان مصاب، برضو فرق معاهم كتير. اللعيب الامريكي اللي هو الارتكاز اللي عندهم، عندهم جزائري الارتكاز الوحده الاماراتي طويل بيلعب بوزيشن 5، وعندهم البوينت جارد رقم خمسه ده السكورر بتاعهم، لكل جيم بيجيب له 35 40 بوينت. وعندهم كمان عندهم الخليفه خليل اللاعب اللي هو الاماراتي. ايوه طبعا طبعا، خليفه طبعا شوتر هايل طبعا برضه. طبعا خليفه الاشول طبعا، لا لعيب كويس، وهم يعني فرقه كويسه. لكن هو الميزه احنا عندنا الحمد لله عن الفرق اللي كانت بتلعبنا، ان احنا عندنا التغيير كتير. عندنا لعيبه كتير، 12 لعيب يلعبوا. المشكله في الفرقه اللي احنا لعبناها ان هي كانت بتلعب معانا بسبع ثمان لعيبه ماكسيموم يعني، اللي هم الطوب عندهم يعني حتى هتلاقي يعني العربي او كازما امبارح مثلا، احنا بنلعب كازما امبارح بيلعبوا بسبع لعيبه، ما بيلعبوش باكتر من كده. فهي دي كانت ادفانتج لينا طبعا، ان احنا نقدر الحمد لله نكنترول الجيم لحد من الاول والاخر. وبعدين كده جه ربع النهائي بقى، بعد كده بقى ربع النهائي كان سموحه طبعا في دور الثمانيه اسكندريه بقى. يعني برضو احنا كنا بنجرب بعض، بنشوف بعض كده ايه سموح عامل ايه السنه دي، ايه سبورتنج عامل ايه السنه دي. فدي طبعا يعني كان ماتش كويس، قدرنا برضو اللي احنا نتسايد الماتش ده او نطلع بالسكور من اوله. برضو نزل السكور شويه، لكن الحمد لله خلصنا بفارق 9 بونت، ودي كانت الحمد لله حاجه كويسه جدا. بعد كده بقى فريق البطل اللي احنا كنا يعني كلنا كسكندريين ومصريين نتمنى ان نادي الاتحاد يحصل البطوله، هم نظمها طبعا، لكن للاسف يعني قدر الله ما شاء فعل يعني، وان شاء الله يعني الموضوع يتحسن ويعملوا نتائج احسن في الفتره اللي جايه. ودايما بنقول لكل جواد كبوه يعني، اكيد اكيد يحصل لكل جواد كبوه، ولعله درس برضو اللعيبه تتعلم منه والجمهور كمان يعني. انا لعبت مع نادي الاتحاد، محدش يحتفل قبل صفاره نهايه اي ماتش. عايز اقول لك نفس اللي حصل امبارح ده حصل سنه 2010. نادي الاتحاد منظم بطوله عربيه في استاد اسكندريه سنه 2010. بص، بطولات جوه مصر، بطولات عربيه جوه مصر الاتحاد ما بيكسبهاش، دي نحس او مش في فوبيا. خلي بالك عشان كنت بلعب معاهم، انا عارف بقى. لا في فوبيا، لا والله بجد تحس ان في يعني معظم البطولات ست بطولات تقريبا الاتحاد، يعني هو الاتحاد جاب 7 ألقاب ستة بره 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 مصر. ايوه تمام صح، مره واحده بس خدنا، كان الاتحاد خد البطوله تمام في مصر تمام. بقيه البطولات اللي اتنظمت هنا تحس ان لا في لا ما ليه بقى الاطمئنان ممكن ازاي؟ بنفرح بدري وبنحتفل أيوة بدري، الثقه الزايده، الفرح البدري طبعا. لا فكان الموضوع بصراحه كلنا زعلنا بصراحه يعني بالورقه والقلم كده، لما تشوف السكواد بتاع نادي الاتحاد واي سكواد تاني بتاع اي فرقه فرق في البطوله تقول لا ده اكيد الاتحاد هياخدها. نفس اللي حصل زي ما بقول لك كده في 2010 وخسرنا بالثقه الزياده دي، وكانت فرقه الاتحاد وقتها كان في 3 لعيبه اجانب وجايبين امين رزيق من نادي الجيش
وكانت فرقه قويه جدا يعني. وخسرنا من فرقه المتحد اللبناني سيمي فاينل ووسط ذهول الجميع بقى اللي هو ايه ده ازاي يعني اللي احنا نخسر من المتحد اللبناني، وكنا كاسبين رياضي اللي هو اخذ البطوله رياضي كاسبينهم كتير في الدور تقريبا في المجموعات يعني. فهي واضح ان في مشكله لنادي الاتحاد جوه اسكندريه زي ما حضرتك بتقول كده، الثقه اكيد الزياده، الاحتفال بدري، لكن بنتمنى لهم ان هم يعدوا الكابو دي. لسه هنكمل كلامنا، نكمل كلامنا، وفي شويه اسرار كده برضو عندك هنتكلم فيها، ولكن بعد فاصل قصير. استنوا رجعنا تاني وكابتن احمد منير المدرب العام لفريق نادي سبورتنج لكرة السلة. كابتن، عايز بقى اتكلم على ماتش الميدالية. ماتش ده بيكون عارف انت اللي هو ايه، انا هعمل حاجة في تاريخي. اللعيبة برضو معظمهم سنهم صغير. الجزء السيكولوجي هنا بيتحكم اكتر من الجزء الفني والخططي. تعاملتوا مع الموضوع ده ازاي مع الولاد الصغيرين كمان؟ تعاملنا مع الموضوع ده بعد ماتش الاتحاد على طول. لان طبعا ما كانش فيه وقت، طبعا هو تاني يوم على طول ماتش الثالث والرابع. اجتمعنا باللعيبه بعد الماتش على طول، ودي حاجه احنا المفروض يعني ما بنعملهاش، مش متعودين عليها. وقلنا لهم انتوا عندكم فرصه كبيره تدخلوا التاريخ. نادي سبورتنج على مدار تاريخه ومدار البطولات اللي اخذها في يعني اعتقد ال 15 سنه اللي فاتوا، شاركنا في بطولتين عربيه. طلعنا في البطولتين من دور الثمانيه. فبالتالي انتوا عندكم فرصه ان انتوا هنا في اسكندريه وانتوا بالسن الصغير ده ان تاخدوا ميداليه، وميداليه مهمه جدا في حياتكم، هتبنوا عليها بعد كده الكارير بتاعكم او التاريخ بتاعكم. طبعا. فدي حاجه هم كلهم كانوا بصراحه مقتنعين بيها جدا ومركزين فيها جدا. فابتدينا زي ما بقول لحضرتك من بعد ماتش الاتحاد على طول، ابتدى اللعيبه دخلنا معسكر، اللعيبه كل واحد مركز جدا، بنتكلم معاهم طبعا، عندنا بيبقى عندنا فيديو ميتنج طبعا قبل كل جيم. طبعا عايز اقول لك مروان نبيل اللي هو محلل الاداء عندنا ما بينامش تقريبا بجد، لان يعني غير ان هو عنده شغل كتير، كابتن اشرف من الناس اللي كين جدا على الشغل بتاعه وعلى طول بيطلب منه حاجات، ويعني عايز اقول لك ايه ان لازم دلوقتي تعملها. فهي دي يعني كانت يعني بصراحه تعب جدا خلال الايام اللي فاتت دي، فانا بشكره من خلال البرنامج طبعا. طبعا والجهاز كله طبعا يعني معانا كابتن احمد، احنا كمان بنشكرهم بصراحه، يعني بنشكرهم جدا على تعبهم. دكتور محمد الفلاح، دكتور تامر قراره، المدير الاداري كابتن اسلام الشبكاتي، المدلك كابتن هاني، يعني بصراحه الناس كلها ما حدش قصر غير كابتن اكرم السبكي مدرب الفتنس. طبعا الناس كلها كانت بتشتغل ما بتنامش فعلا، لحد بقى زي ما بقول لحضرتك اليوم اللي هو قبل ماتش الثالث والرابع ده. الفيديو ميتنج شرح كل حاجه زي ما بنعمل زي كل ماتش، واكدنا على الكلام تاني ان ده تاريخ ليكم، والله اعلم ممكن يجي بطوله تانيه امتى نلعبها، بطوله عربيه وفي اسكندريه. فدي كانت حافز كبير جدا للعيبه، وده بين في الجيم من اوله يعني ان اللعيبه كانت مركزه جدا. فكره حاجه تانيه كابتن، اللعيبه اكيد عارفين وانتوا عارفين يعني القادسيه الكويتي من الفرق القويه جدا. كازما ما كازما كسب القادسيه. كازما بالظبط. فاللعيبه شايفه ان القادسيه فرقه مرشحه للنهائي. جه كازما كسبها. انا هلعب مع كازما على الثالث والرابع. تمام. ده ضغط عصبي على الولاد اصلا كمان. يعني احنا لعبنا قادسيه. لا وشفنا ماتش كازما مع القادسيه. القادسيه اكنهم فرقه ثانيه. يعني برضو الامانه اكن القادسيه مش هم دول الفرق اكيد اللي لعبتنا. يعني اللي كان بيجيب 40 بوينت زوبا ده الراجل السلوفيني ده جايب 16 بوينت في ماتش كازما. جرين اللي هو لعيب البوينت جارد بتاعهم رقم واحد برضو جايب سكور مش كبير قوي زي ما هو بيجيب. غير ان اللعيبه المواطنين او الكويتا نفسهم اللي كانوا موجودين في القادسيه كانوا موفقين جدا في ماتشنا. في ماتش كازما ما كانوش كده. فطبعا لا دي حاجه مش بتحصل كتير، يعني دي حاجه كده ايه عارضه يعني بالنسبه لهم. لكن احنا اشتغلنا طبعا، سيبنا القادسيه خلاص، احنا بنشتغل على فرقه قزمة الويك بوينتس اللي عندهم وايه مفاتيح اللعب اللي عندهم، وده باين زي ما قلت لحضرتك من اول الجيم.
من اول الجيم احنا كنا ليد الجيم وطلع السكور، فرق السكور، بقى في راحه شويه في اللعب، بقى في راحه في التغييرات، بقينا نقدر نريح اللعيبه اكتر لحد ما تقدر تكنترول الجيم اللي انت توصله لنهايته وانت كسبان. كره السله ساعات يقول لك النهارده الكوره ماشيه مع الفرقه دي، تمام، ومش ماشيه مع الفرقه دي. صح، انا ما بؤمنش بالموضوع ده شويه. انا المجتهد اؤمن ان هو يكسب، ولكن في اوقات كده كره السله بالذات كمان لعيب ايده ما مشيتش في كورتين من نفس البوزيشن مثلا اللي بيشوط فيه، ده حقيقي، يفضل طول الجيم او يطلع بره الجيم، ده حقيقي. هنا العلاج بيكون ازاي يا كابتن؟ ان انا ارجع اللعيب تاني ياخد الثقه بنفسه. اتكلم بقى في جزء التكتيكي او جزء روتيشن، ازاي اعمل روتيشن للعيب ما دخلش الجيم على طول، ضيع مرتين ثلاثه من مكانه المحبب مثلا، ازاي اطلعه؟ ازاي بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ لان ده موضوع علاج سيكولوجي. انا بتكلم اكتر في السيكولوجي، لان الباسكت هي لعبه نفسيه قبل ما تكون لعبه مهاريه، اقسم بالله. طبعا ولعبه طبعًا اعصاب طبعًا. والله يكون في عون المدربين بصراحه. طبعا انا لو لعب مدرب ضرب لاعب جوه الملعب انا عادي، انا اقول له تمام، لان اعصاب المدربين بتبقى رايحه في داهيه بصراحه. ده اكيد اكيد. لا يعني هو دلوقتي احنا طبعا اللعيب ده اساسا الهيستوري بتاعه عامل ازاي؟ هل هو لعيب جبان؟ هل هو لعيب زي ما حضرتك بتقول كده ده الاوف داي بتاعه؟ تمام. هل هو اخد ديسيجن غلط في كوره او اتنين؟ تمام. طبيعي اللعيب لو هو اوف في اليوم ده لازم تطلعه شويه، تمام، هتنزله تاني، هتلاقيه اوف برضه، لا خلاص يبقى هو كده النهارده لو انا نزلته تاني يبقى انا بحرقه او انا بضحي بالجيم يعني. فهي بتبقى تجربه، ما يعني انت عن تجربه، انت عارف اللعيب ده، عارفه في التمرين، عارفه في ماتشات قبل كده وديه، فانت بالتالي انت حاطط صوره للعيب ده، هو امتى يبقى كويس وامتى مش كويس، امتى اصبر عليه وامتى ما اصبرش عليه. صح. طبعا دي مختلفه ما بين كل لعيب والتاني. وفي لعيب ممكن يبقى وحش مثلا في الديفنس وهو كويس في الاوفنس جدا، فهتضطر ان انت الراجل ده بيجيب لك سكور فهتضطر تسيبه، انت عارف ان هو عنده ويكنس شويه في الديفنس بس هتضطر تسيبه. والعكس برضه صحيح، ممكن واحد يكون ما بيجيبلكش ولا بونت في الجيم، تمام، بس بيعمل لك 10 ريباوند، يعمل لك 5 بلوك. مظبوط. تمام. يعني انس مثلا من اللعيبه ما شاء الله عليهم، يعني قوه دفاعيه غير طبيعيه، ما تقدرش تطلع انس حتى هو هجوميا ممكن يكون مش زي الدفاع، لكن انت انس لعيب بيلعب 35 دقيقه. انس ما شاء الله في ماتش عامل مش عارف 10 بلوك ده ماتشنا احنا. ماتش كنتش 10 بلوك ليه كده؟ طيب ماتشنا احنا. وكم كان ماتش سبورتنج؟ ماتش سبورتنج. فهو كده كان الاتحاد وسبورتنج اخواتي يعني. طبعا طبعا اخواتي يعني. طبعا اخوات. فزي ما بقول لك كده، هي طبعا تفرق العلاقه ما بين اللعيب والمدرب، وانا كمدرب شايف اللعيب ده، هل انا اسيبه دلوقتي ما اسيبهوش؟ هو موفق في حاجه مش موفق في حاجه تانية، على حسب برضو التيمبو بتاع الجيم وسيناريو الجيم عامل ازاي. وده اللي احنا عايزين، بس عشان برضو في اوقات الجمهور بيستعجل شويه، يقول لك طلع فلان ما نزلوش تاني. طبعا طلع فلان مره ونزلوه مرتين والمدرب ما نزلوش تاني، الناس بتزعل، لولا ان هو طلع فلان ده كنا هنكسب. هو ما عرفش ان ممكن اللاعب ده مش اليوم بتاعه. طبعا. يعني البوزيشن بتاعه بياخده غلط، او هو فعلا في الاوف داي يعني. هو زي ما بقول لحضرتك، هو ممكن يكون دفاعيا الناس مش هتشوف دفاعيا هو الراجل ده عامل ازاي، وعايزين يعرفوا او ماسك مين في الفرقه الثانيه موقفه. فانا بضطر ان انا اضحي شويه بالاوفنس وان هو يجيب باسكت يعني. ففي اوقات كتير طبعا المدربين بتلجا للموضوع ده، ان انا ممكن انزل لعيب، لا انت امسك لي الراجل ده، هو دي التاسك بتاعك انه ما يجيبش باسكت، لكن انا مش فارق معايا انت هتجيبه ولا لا، ما في 4 تانيين ممكن يجيبوا باسكت. طب لسه اسالك السؤال ده برضو، هل ممكن ان انا كمدرب بنزل لاعب يعطل لاعب معين في الفرقه الثانيه بس ما يعملش غير كده؟ انا عشت حياتي كلها بتعطل واحد واحد بيبقى جوه التيشيرت بتاعتي ماسكني ومالوش دعوه بالجيم، بيعطلك انت، هو مالوش دعوه بالجيم. وهو للاسف كنا يعني اوقات كتير بنخسر بالطريقه دي، لو انت المدرب ما عندوش حل للموضوع ده، ان هو الكي بتاعك ممسوك زي الهاندبول كده فيس تو فيس واحضان وكده، يعني ممكن يبقى اللعب صعب يعني. لكن انا عشت حياتي كلها انا بيتلعب عليا ديفنس كده، ف حاجه مش سهله. طبعا انت كنت خطر برضه يا كابتن. والله لحد دلوقتي كنت لعيب خطر. كنت ليه؟ لا انت كان على لعيب بقى. لا لا مدرب خطر برضه. ربنا يخليك. مدرب خطر برضه. ربنا يخليك يا كابتن. دي الفكره، ان الجمهور ممكن مش شايف يعني، مثلا اكيد الكوتش منزل ابراهيم يلعب على احمد طبعا يعطل احمد. طبعا انا مش عايز احمد يجيب باسكت ولا عايزك انت تجيب باسكت. صح. ف
فبتبقى المهمه دي شويه مش باينه. اكيد اه، واللعيب ده بيبقى مؤثر جدا، اللعيب اللي هو الديفندر الجامد ده طبعا اللي هو طبعا بيعطل ده بيبقى مهم. وهو دلوقتي برضو الباسكت الحديث ما بقاش فيه حاجه اسمها اللي انا ماسك كابتن ابراهيم خلاص يعني آه. لا ما فيش، احنا لازم احنا الخمسه ندافع على كابتن ابراهيم عشان هو لعيب كويس، فاحنا الخمسه لازم ندافع عليه. ما بقاش فيه حاجه اسمها اللي هي مان تو مان بقى اللي انت لازق في الراجل والكلام ده كله، ما بقاش موجود دلوقتي. لا بقى في لعيبه يعني في ماتش الاتحاد كان بدا يتلعب دبل تيم حتى على مستي عشان ما يقدرش يشوط، طبعا تلعب عليه دبل تيم علشان ما حتى ما يقدرش، لان ما شاطش هيعدي ده حقيقي. فبدا يتعطل شويه بس بعد كده برضو الدنيا بس فلتت يعني كده. بقيه الفرقه كانت موفقه اه، لو هو مستي ما اتمسك في كوره او اتنين عندك جازو حلها. جازو كان موفق بصراحه، كان موفق جدا ما شاء الله عليه، وعندك مصطفى فوضى حلها. وعندك الكره في الماتش ده كانت حابه نادي العرب. مين الكره كانت حابه نادي العرب والله بصراحة. هم عملوا كنترول على تيمبو الجيم من اوله لاخر، فرضوا شخصيته. هم اللي بيكنترول الجيم، يجيبوا باسكت امتى ويدافعوا امتى ويسرعوا الملعب امتى ويبطئوه امتى، فدي حاجه من الحاجات اللي اعتقد اللي كانت سبب في مكسب نادي العرب. ده اللي احنا بنقوله يعني، احنا حتى في ماتش الاتحاد هو ده اللي كنا بنقوله للعيبه، اللي هو ما تتسرعش، لان انت هتتسرع مع نادي الاتحاد هتاكل فاست بريك بقى ترانزيشن اوفنس، مش هتشوف، هتلاقي السكور وصل 20 بونت وانت مش حاسس. صح تمام. فهم عندهم طبعا دي ميزه في نادي الاتحاد، الترانزيشن اوفنس، وبيجروا وبيعرفوا يباصوا بعض وبيشوفوا بعض. ما كانش موجود في ماتش، بس ده ما كانش موجود. ده زي ما بقول لحضرتك، هم العربي كان عامل كنترول على الجيم، كان الكوره بتتشط بحساب، ما كانش فيه استعجال في تخليص الهجم. تمام. سؤال كده، ايه بره بقى البطوله العربيه والباسكت للرجال، لو عندك فكره كده، الباسكت السيدات في سبورتنج طبعا ابطال افريقيا طبعا، واللي بصراحه يعني شرفونا في بطوله افريقيا طبعا مرتين على التوالي، واخرها كانت البطوله اللي كانت في سبورتنج يعني. طبعا. اخبارهم ايه بقى دلوقتي الاخبار؟ والله كويسين الحمد لله. تمام. هنختم عشان ده اخر سؤال. لا لا لا، هو طبعا دلوقتي بقى في كابتن عمرو عاصم هو المدير الفني، تمام، معاه كابتن مصطفى فكري المساعد. طبعا الفرقه فيها مشكله كبيره جدا، ان هاجر عامر اعتذر السيزون ده عن المشاركه. عندنا في لاعبين برضو، لاعبات مشيوا ما بقوش موجودين من قوام الفرقه، منهم طبعا ريم موسى، من اهمهم ريم موسى ومنار. القوام هو من غير اللاعبات اللي قلت على حضرتك عليهم. نادي سبورتنج انا لحد دلوقتي مش عارف هل هو هيدعم بمحترف ولا لا، دي هتبقى مشكله كبيره طبعا، لكن هم شغالين، بيشتغلوا، بيتمرنوا. كابتن عمرو بصراحه يعني دؤوب جدا في شغله، على طول بشوفه صبح وبالليل بيمرنهم. يعني لعبوا ماتش تقريبا مع سموحه ودي، كسبوا فرق سكور كبير شويه، فده برضو يدينا انطباع ان هو يعني مش زي ما احنا كنا متخيلين سبورتنج هيبعد قوي، لا ان شاء الله مش هيبعد. وخصوصا لو في محترفه توفرت للفرقه هيبقى الموضوع يعني قريب شويه. لكن طبعا يعني ان احنا نفتقد هاجر عامر، احسن لعيبه في افريقيا طبعا، والسنتر الاساسي بتاعت الفرقه، وهي عمود الفرقه وهي السكورر، فطبعا ده هياثر كتير على فريق البنات. لكن انا يعني بتمنى لهم ان شاء الله الخير، وان يعملوا موسم كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا نجم مصر كابتن احمد منير، طبعا في اثناء اللعب وفي التدريب دلوقتي بصراحه. انا اللي بشكر حضرتك جدا، ومبسوط جدا ان انا قاعد معاك. انا اول ما كابتن اسامه قال لي كابتن ابراهيم فعلا ما ترددتش، لان انا من معجبينك جدا، راجل مقدم محترم وبجد والله، ومعلق ما شاء الله متنوع. ربنا يخليك، فربنا يكرمك جدا حبيبي يا كابتن، متشكر جدا على حضورك. ربنا يخليك، وكل طبعا التوضيحات اللي انت وضحتها لنا ودخلتنا جوه كواليس نادي سبورتنج في البطوله العربيه. بشكرك، وكل التوفيق لنادي سبورتنج وكل السله السكندريه عامه والسله المصريه يا طبعا. رب ان شاء الله. بشكرك جدا ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا. بشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي، الى لقاكم في حلقه قادمه، ابقوا في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.